السلام عليكم كيف الحال ان شاء الله بخير وان شاء الله طيبين لايك وشير وسبسكرايب وكومنت حلو من كومنتاتكم الجميله ورمضان كريم النهارده ان شاء الله قلنا من نص كيلو كنافه عملت تلات وصفات ده كان الحلو بتاع اليوم تاني يوم رمضان عندنا احنا اول يوم عملنا حلويات بارده وان شاء الله بنزل لكم الفيديو عملنا كنافه بالنوتيلا و كنافة بالقشطة وكنافة سادة ومثل ما انتم شايفين الوانهم ذهبية هقول على كل الاسرار انا طبعا نزلت فيديو بالكنافة بالقشطة وكنافة سادة بنفس الطريقة ونفس المقادير انا ما بغيرش مقاديري بس كنت عاملاهم من فترة من قبل رمضان تقريبا بشهر ده اول حلو بقى اعمله حلويات شرقية في رمضان عملته النهاردة اللي هو تاني يوم رمضان الوصفات تحفة والله ما شاء الله الريحة غير طبيعية وادي الكنافه بالساده طبعا الكنافه بالساده ناس كتير كتبت لي في الكومنتات طبعا تقدري تحشيها بالمكسرات في الوسط بمنتهى السهوله بس انا عندي هنا في البيت بيحبوا الساده فعشان كده انا بعملها ساده ما بنحبهاش بالمكسرات لكن اللي بيحبها بالمكسرات هيحشيها في الوسط باي نوع مكسرات هو بيحبها ثلاث وصفات تحفه وبالنص كيلو طبعا الصواني اللي انا مستخدماها مقاس 18 بس انا بعمل زوم فبتبان الحاجة اكبر من الحجم الطبيعي اوكي عشان ببقى مقربة الكاميرا وانا بصور هنبدأ مع بعض بالسيرب السيرب التقيل البارد مقاديره سهلة وبسيطة تلات اكواب سكر وهحط نصهم مية وكمان انا بحب اضيف نفس وهحط رشة ملح ليمون الملح الليمون يا جماعة ذرات بس يعني تلات او اربع ذرات بنحطهم لانك لو زودتي في ملح الليمون بيمزز بيخلي السيرب او الشربات مزز فلو بتخافي مش بتعرفي تظبطيه ابعدي عن ملح الليمون وخليكي في معلقه عصير ليمون فرش عادي هضيف نص السكر ميه عندي لو هتعملي اربع اكواب هتحطي اتنين كوب ميه انا هنا عملت تلاته كوب سكر فهوضع كوب ونص ميه وهذه اضافه من عندي بيدي قوام وبيدي لمعه للحلويات اللي هو الكورن سيرب اللي هو ده بديل العسل الكركوز بس انا عسل الكركوز مش متوفر عندي فبالتالي بستخدم البديل اللي هو الكورن سيرب نص كوب او ربع كوب بس بيدي قوام وبيدي لمعة حلوة جدا للسيرب هنزل كل العسل الكركوز اللي عندي او الكورن سيرب هما تقريبا حوالي نص كوب اللي كانوا في البوتل هنقلب كل المكونات على البارد وبعدين ابدا اشغل الغاز وانتظر اول ما يبدا لازم تحركي كل المكونات على البارد اول عشان السكر ما يبقاش متراكم تحت وبعدين تشغلي النار يروح على طول عندك ايه آه مكرمل ويبوظلك السيرب آه اول ما هيبدا بالغليان هحسب عشر دقائق الغليان بقوه اهو هنشوف مع بعض هنا بدا بالغليان بقوه اهدي بقى النار علي نار هاديه واحسب عشر دقايق بالظبط ليش نار هاديه لان انت لو فضلت علي نار عاليه السكر هيتكسف علي الجدار الحله وممكن يسكر منك السيرب اهو كده خلاص بقي ممتاز معايا هطفي عليه عشر دقايق نار هاديه من بدايه الغليان وبعدين تطفي مباشره هو طبعا وهو سخن بيبان ان هو قوامه خفيف لكن لما بيبرد بيبقي تقيل جدا وقوامه حلو وممتاز وهوريكم الحين وانا بصبه وهو ساخن طبعا اهو شايفين قوامه تحس ان هو سائل يعني خفيف لكن هو هنشوف قوامه احنا بنسقي بيه الكنافه بيبقي تحفه ما شاء الله وبتقدروا تحتفظوا بيه تلات شهور في اي بوتل زجاجي او برطمانات خارج التلاجه بيفضل معاكي لاي حلويات شرقيه تعمليها اهو يبقي احنا كده جهزنا السيرب لازم السيرب يكون بارد بارد يعني بدرجه حراره الغرفه مش بالضروره ان احنا ندخله في التلاجة لان في ناس برضو كتبتلي في الكومنتس انت تقصدي ايه بسيرب بارد او ساقع يعني ان هو يكون بارد هنعمل بقى القشطه عشان الكنافه بالقشطه انا عملت هنا معلقه ونص نشا ومعلقه كبيره معلقه الاكل ومعلقه سميد البسبوسه اللي هو السمولينا واضافه من عندي حطيت معلقه كريم شانتيه بودر وممكن تستغنوا عنها بس بتدي طعم حلو جربوها وهضيف 2 كوب حليب طبعا يفضل انه يكون حليب كامل الدسم هنمزج كل المكونات وطبعا المقادير ان شاء الله بثبتها في صندوق الوصف انا عشان عامله صينيه صغيره فلو هتعملوا نص كيلو هتدي له مقدار اكبر اوكي هتضاعفوا الكميه يعني انا حطيت هنا 2 كوب حليب معلقه كبيره سميد بسبوسه آه معلقه او نص نشا ومعلقه كريم شانتيه دي اختياري من عندي ورشه فانيلا تقدروا تستغنوا عن معلقه الكريم شانتيه وتكتفوا بالمقدار بس هفضل اقلب كل المكونات على البارد اول وبعدين فتحنا الغاز وهنستمر بالتحريك حتى يبدا القوام يتماسك ويصير القوام حلو معانا هنشوف لازم التحريك باستمرار عشان ما يحصلش منك اي تخرز او تكتل هنا اهو شايفين خلاص قوامها اهو كده خلاص غليت اهي هرويكم القوام اهو شايفين قوامها كده تحفة ولما بتبرد بتتقل شوية يبقى احنا جهزنا السيرة جهزنا القشطة او الكريمة الكدابة ممتاز هنبدأ بقى نجيب الكنافة ونشتغل ونبدا بسم الله هبدا اصحابي انا طبعا نص كيلو انا طبعا بشتري الكنافه بتبقى مجمده من السوبر ماركت ما عنديش كنافه فريش فا اول ما بتطلع بفرفتها وهي مجمده عشان تبقى سهله معايا اوكي ده نص كيلو بالظبط اضفت عليه معلقتين كبار سكر بودر اللي هو ما يعادل او ثلاث معالق بالظبط ما عاد الربع كوب وحطيت عليها كوباية سمنة سمنة مذابة والسمنة دي انا عاملاها في البيت من زبدة المراعي الفيديو موجود في القناة لو حبيتوا ترجعوا للطريقة ازاي لان صراحة البسبوسة والكنافة والبقلاوة نوعية السمنة هي السمنة تبقى حلوة تديك طعم خرافة يعني وسمنة المراعي صراحة الزبدة لما بحولها سمنة بتدي للحلويات طعم غير طبيعي ده ذوق الشخصي ممكن ما تعجبش حد اخر بس انا بقول لكم يعني انا جربت كل انواع الزبده اللي في السوق اهو هفضل افرك فيها لحد ما الكنافه كلها تتشبع بسكر البودر وكوبايه السمنه اهي شايفين بقت تحفه جبت بقى الصواني اللي هشتغل فيها وحطيت في كل صينيه معلقه سمنه كبيره برضو مذابه ليه بقى معلقه السمنه عشان ما تلزقش منك في الصينيه لو ما سمنه حلوه كده في قلب الصينيه ممكن تلزق منك وما تعرفيش تقلبيها هبدا اقسم النص كيلو كده بالنظر يعني اوكي يعني هنا هتاخد صينيه الكنافه بالقشطه هتاخد اقل من ربع كيلو اقل من ربع كيلو لان الصينيه دي مقاس تمنتاشر. هاخد ديسك حلو كده في القاع وهبدا اجيب طبق وهكبسها حلو قوي ونرجع نشوف الخطوات الثانيه هكبسها ونشوف لازم تكبسي اهو شوف في طبق وكبستها حلو وهتشوفوني وانا بكبس التانية وتشوف الطريقة انزل القشطة بقى اهو شايفين نزلنا القشطة والقشطة تبقى طبق حلوة التركية هنا بقى مينفعش اجيب بقية الكنافة واغطي الكنافة هتلاقي الكريمة بزت منك وطلعت من كل جانب طب هعمل ايه اسيب القشطة تبرد تماما حتى تكون قشرة على السطح وبعدين نرجع نحط اهو شايفين لما حطيت ايدي ما فيش حاجة بتلزق في ايدي ولا اي حاجة ده ان القشطة بردت وعملت قشرة دي تكاية مهمة جدا اهو شايفين بايدي التانية ما فيهاش جروف ما فيش حاجة لزقت هنا بقى ابدا احط السطح واضغط كويس ما فيش مشكلة الكريمة عمرها ما هتخرج ولا هتطلع لكن لو حطيت الكنافة والكريمة سخنة هتلاقيها طلعت من كل الجوانب ومش هتبقى حلوة ومش هتظبط معاكي فدي تكاية مهمة جدا هغطي كل السطح واضغط عادي ما فيش اي مشكلة لان مش يستحيل الكريمة تطلع منك ولا اي حاجة نغطي الجوانب اول وبعدين ندخل على وسط الصينية عشان نتأكد ان السطح كامل متغطي مثل ما انتم شايفين او شايفين بضغط ما فيش اي مشكلة ما فيش كريمة بتطلع ما فيش اي حاجة ليه لان القشطة سبناها بردت وعملت قشرة فده عامل نجاح الكنافة بالقشطة بنضغط مفيش اي مشكلة كده اهي بقت ممتازة كلها تساوت مفيش اي مشاكل هنكمل بقية الوصفات فدي الكنافة بالقشطة اهي زي ما انتم شايفين بنضغط مفيش اي حاجة وغطينا كل السطح ممتازة هبدأ بقى اعمل الكنافة السادة دي برضو صينية مقاس 18 حطيت معلقة كبيرة سمنة وهبدأ اخد بتاخد تقريبا اقل من ربع كيلو برضو اهو واضغط كويس وبعدين اخد بقيه كميه الكنافه واضغط يعني انا قسمت الكنافه بالنظر كده وبعدين هجيب بقى شويه سمنه كده واحطهم في الوسط وبعدين احط كميه كنافه تانية. اهو ونضغط هجيب طبق بقى واغلفه بالبلاستيك راب بتاع الاكل عشان ما تلزقش فيه الكنافة ونبدأ بقى عملية الكبس يعني تضغطي بقوة بحيث تمسك معاك قلب الكنافة يبقى حتة واحدة اهو شايفين انا جبت طبق اصغر من الصينية وغلفته بالبلاستيك راب وبكل قوة قعدت بقى ايه اضغط شايفين حتى ايه اتساوت واتمسكت وبقت تحفة كده الصينية التانية معانا جاهزة الصينية التالتة بقى دي قوالب طرط صغيرة عندي هعمل اتنين بس لان انا قلت احنا قسمنا النص كيلو على كل واحد حسب عندي ناس بتحب بالكريمة وناس بتحب سادة وناس بتحب النوتيلا فقلنا نرضي كل الازواق ونقسم النص كيلو ونعمل بيه تلات وصفات مع بعض في فيديو واحد عشان ايه لو انت عندك نفس المشكلة ناس بتحب حاجة وما بتحبش حاجة تانية فتشتغلي على الكل برضو نفس الحالة قوالب الطرف دي بتاخدش كمية كنافة كتيرة خالص يعني ما بتاخد يمكن خمس ملاعق بس كبستها كويس وطبعا كنت دهن قوالب الطرف دي برضو بالسمنة اهو كده بقى كل الصواني معانا جاهزة هدخلهم بقى الفرن فرن مسخن مسبقا اقل حاجة ربع ساعة على مية وتسعين من تحت فقط طب هعرف ازاي ان الكنافه استوت هتلاقيها فصلت من الاطراف فصلت من الاطراف واحمرت الاطراف اروح مسكره من تحت وفتحة فوق الشواية تاخد لون من فوق واروح مطلعها اهو اول ما بتطلع السيرب شايفين تقيل وبارد بسقي من الاطراف وبعدين بسقي من كل الصينية طيب عايز اعرف الطرت بقى يا دوبك بديله ايه تنسيمة ما حاجة بسيطة خالص لان احنا لسه هنحط عليه كنافة يعني كل قلب طرط ما ياخدش معلقة سيرب بس اهو فقط لا غير وهنا برضو الكنافة بالقشطة اهي طلعت نفس الحالة تعرف ازاي انها خدت كفايتها بتضغطي بايدك بصباعك كده بسيط بتلاقي ان في سيرب لو لقيتيها يبقى كده هي اكتفت من السيرب لو لقيتيها ناشفة شوية يبقى محتاجة سيرب اهو خلونا نبدا بقى نقلب ونقدم مع بعض هذه الكنافه الساده شايفين قلبناها ما شاء الله تحفه ولونها ذهبي وحلو اول ما بتشقر الاطراف ما بتشغليش من فوق من اسفل فقط تروحي طافيه من تحت ومشغله الشوايه تاخد لون وتروحي مطلعه على طول اهو شايفين ونقطعها بقى القلب متماسك واخده لون تحفه وشايفين اصلا يعني مقرمشة بسبب السكر البودر بديني تماسك وبديني قرمشة من الخارج ومن الداخل بتلاقوها ناعمة ودايبة في التم يعني ما شاء الله جميلة والريحة اختاروا نوعية سمنة حلوة هتاخدوا احلى حلويات شرقية ان شاء الله اهو شايفين تحفة وكفاية بقى ريحة الكنافة اصلا في البيت بعد الفطار يعني ملهاش حل ربنا ان شاء الله يتقبل منا ومنكم وتتبسطوا مع كل حبايبكم ان شاء الله ورمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله ربنا ييسر الحالنا ان شاء الله شايفين اهي قطعة الكنافة ما شاء الله تحفة ما تبخلوش عليا باللايك لو سمحتوا والشير اللايكات بترفع الفيديو ارجوكم حطوا لايك وكومنت حلو وادي شكل الصينية اهو بعد ما قطعت برضو حبيت اروهالكم. لكم متماسكة تحفة مستوية من داخل مستوية من خارج ممتازة اهي خلونا نقطع التانية هنا هنعمل اللي بالنوتيلا اهي شايفين بتطلع من القالب في منتهى السهولة بحط عليها اللي هو الورق الصغير ده اللي بنشتريه من محلات الحلواني اللي بيبيعوا مستلزمات وانا بشتريه هنا بالنسبة لي في محلات رومز او الكارفور موجود وفي اللولو موجود برضو اهو انا النوتيلا حطيت البرطمان في الميكرويف 30 ثانيه بس فك وهبدا اعبي بقى تقريبا الطرد ده ياخد حوالي 3 ملاعق نوتيلا من معالق الشاي مش من المعالق الكبيره هعبي نوتيلا ونرجع اهو شايفين اخدت التلات ملاعق شاي بالظبط هبدا بقى ما حطينا النوتيلا يبقى هنعمل لها ديكور بحبات البندق البندق جبته وحط حم... حمصته في قلب الفرن على نار مية. واول ما طلع فركته في منشفه خرجنا منه القشره هزين بقى بالبندق وعشان نكسر اللون شويه هنرش شويه فصدق ما بين حبات البندق كده على الوجه عشان نكسر بس ايه اللون ويدينا شكل حلو وطعم حلو اكيد اهو شايفين رهيب يعني ولا افخم حلواني وتحفه طبعا بقى عايزين تعملوا الطرط اللي اقل من كده اوكي عايزين بقى تكتروا العدد يبقى انتم معاكم الوصفه والطريقه وسهله وسريعه ما خدتش منها وقت والميزه في الطرط ده انه ما بيخدش كميه كنافه يعني دول يمكن حوالي كل قالب طرط اخد معلقتين كبار كنافه فقط وادي الكنافه اللي بالقشطه شايفين الصينيه طالعه ما شاء الله واللون تحفه رهيبه هحط شويه فستق برضو على الوجه كده وشايفين التماسك وشرب العسل من اسفل ومن فوق وتحفه لايك بقى للكنافه وهو حطينا بس كسرنا اللون حطينا شويه فستق خلونا نقطعها شايفين اصلا الخشخشه بتاعه السكين تعرفوا ان هي كريسبي من بره وهشه من داخل باذن الله طبعا هي لسه دافيه لو انتوا اصبروا عليها شويه بس انا عشان كنت عايزه اختم الفيديو لان كان خلاص الوقت يعني وقفت كتير في المطبخ والجو حر صراحه اهو فانتظروا عليها تبرد شوية ولكن برضو هي دافية ولسه برضو شايفين القشطة تحفة وممتازة ممتازة ممتازة الريحة غير طبيعية وادي الصينية اهي من الجانب التاني ملهاش حل ريحة الكنافة رهيبة ولونها ذهبي وممتازة خلونا بقى نحط الثلاث وصفات مع بعض ومعندناش حاجة اهو عملنا تلات وصفات من نص كيلو كنافة ولا احلى الكنافة بالنوتيلا والكنافة السادة وقلنا الكنافة بالسادة عشان ناس كتير كتبت لي في الكومنتات هتحطي نص كمية الكنافة وتحط اي مكسرات وبعدين تضيفي نص كمية الكنافة من فوق وبمنتهى السهولة تحشيها ثلاث وصفات محرم محرمناكمش من اي حاجة لايك وشير وسبسكرايب وكومنت حلو من كومنتاتكم الجميلة ان شاء الله انتظرونا في حلويات رمضان كتير ان شاء الله هنعملها مع بعض وربنا يعيد علينا وعليكم الأيام بخير ورمضان كريم سلام عليكم.